باتجاه الأبطال تحركت مراكب القيادة العسكرية إلى جزيرة حنيش لمعايدة المرابطين الساهرين على تأمين السواحل اليمنية وخطوط التجارة العالمية من أي أعمال إرهابية. إنها القوات المشتركة، القوة النظامية المتفردة بانضباطها ورباطة جأشها، والذي استثنى أفرادها المدنية من قواميس حياة في ظرف الحرب استجابة لرداء الوطن. أنتم من تستحقون أن يولي لكم كل اهتمامه، لأنكم صمام أمان، ولا تختلف جبهتكم بل وأكثر من جبهة المواجهات التي في الصحراء، بل أنتم من يحمي الجزر اليمنية، أنتم من يحمي ظهر المقاومة، مقاومة الساحل الغربي بشكل كامل، بل صمام أمان للجمهورية اليمنية في الجزر والممرات الدولية وطرق التجارة. من جانبهم أكد الأفراد أن زيارة القيادة العسكرية لوحدات خفر السواحل في الجزر اليمنية لها الأثر الكبير، وتعهدوا بالمضي في سبيل تأمين مياه الجمهورية اليمنية الإقليمية والحفاظ على كل تراب وحجر من المناطق التي تم تطهيرها، والاستمرار في أداء مهامهم القتالية والعسكرية وحماية ظهر المقاومة المشتركة في الساحل الغربي بتأمين البحر من عمليات تهريب السلاح والتفاف العدو. وعلى البر كان للقيادة العسكرية زيارة إلى معسكر المهام الخاصة التابع للقوات المشتركة في الساحل الغربي، تم نقل التهاني والتبريكات للأفراد والضباط المرابطين في مواقع الشرف والبطولة. أنتم هنا مرابطون مجاهدين في مواقع الشرف والبطولة جنبا إلى جنب إلى أخوانكم المقاتلين في الصفوف الأولى في المواقع في مختلف الجبهات، ويقدمون بأرواحهم ودماؤهم، نحن على دربهم سائرون. ولا ننسى أن نحيي أبطال المقاومة الوطنية وأبطال القوات المشتركة في الساحل الغربي بالكامل، ونترحم على شهدائنا شهداء المقاومة الوطنية وشهداء الساحل الغربي. من جانبهم أعبر الأفراد عن عظيم تقديرهم لهذه الزيارة، مؤكدين أنهم على استعداد تام لتنفيذ ما هو مناط بهم في إطار معركة اليمنيين للتخلص من براثن ميليشيات الحوثي الإرهابية، ومؤكدين بأنهم لن يألوا جهدا في تنفيذ المهام الموكلة إليهم متى دقت ساعة الصفر.